بالجمعيات الخيرية اللي تقام على أساس ديني، يعني على أساس إنه مساعدة الفقراء والمحتاجين ومن أجل أعمال خيرية، يعني ليس لها علاقة بالدولة ولا بالحكم ولا بالبرلمانات. هل هذا جائز؟ زي مثلا عندنا جمعية خيرية في اليمن اسمها جمعية الحكمة اليمنية، فعملها خيري، فيها الأستاذ الدكتور الريمي تلامذة الشيخ مقبل. إذا كانت الجمعية الخيرية كما تقول، وهذا يعود بنا إلى أن نقول أن القضية واحدة في كل بلاد إسلامية، فإذا كان عندكم جمعية خيرية وعندنا أيضا يمكن أكثر من جمعية خيرية في سوريا أيضا وهكذا، والجواب يشمل كل هذه الجمعيات في كل بلاد الدنيا وبخاصة الذين يعيشون في بلاد الكفر في أوروبا في أمريكا إلى آخره. إذا كانت هذه الجمعيات قائمة على الأحكام الشرعية فهي جائزة، وهي داخلة في ضمون قوله تعالى رأيت الذي يكذب بالدين، وفيها بعد لا يحض على طعام المسكين، أي دائما نقرأها. إذن الحض على طعام المسكين هذه أمر مشروع، لكن الذي يقع وهذا الذي أريد أن ننبه عليه، تجمع أموال من أموال الزكوات وتجمع أموال مبرات وصدقات ليست أموال زكوات، فتوضع في صندوق واحد. فرجل مسكين مثلا، مسكين هو وعائلته، فيشترى له من مال الزكاة طعام وشراب وكسوة والآخر، هذا لا يجوز. ونحن ننصح أنه يجب أن يكون في كل جمعية خيرية صندوقين، صندوق لأموال الزكاة حتى تصرف لأهل الزكاة، وأهل الزكاة منصوص عليهم في القرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، وصندوق ثاني مبرات تصرف في سبل الخير وهي أعم من صرف الزكاة في المصارف المعروفة. هذا مثال. فإذا كانت الجمعية الخيرية قائمة على الأحكام الشرعية فنعم هي، وإلا فلا فرق حين ذاك بين جمعية الهلال الأحمر وبين الصليب الأحمر.